السلام عليكم يا قوم، اخباركم؟ كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. زي ما شفتوا عنوان الحلقه، منيو كامل من الطازج. قبل ما نطلب المنيو خلينا ندردش شوي مع بعض عن الفيديوهات الماضيين. اخر فيديوهين كانوا بالسياره، واجهنا بعض المشاكل في موضوع التصوير، الرجه، الكاميرا الى اخره، وهذا كله لا باس به. شفت انكم متحمليني ودعميني، والله يسعدكم زي ما بتسعدوني، وبشكر كل جهودكم على الدعم الخرافي اللي عم بشوفه وعم بتشوفوه. انزلوا شوفوا الدعم الخرافي. بسم الله نبدأ منيو كامل من الطازج. الطازج شو عندهم؟ الطازج عندهم أربع أنواع دجاج. عندهم مشوي، تندوري، فروج، روستد. هاي أربعة. نطلب وجبة تندوري مع رز مندي، والوجبة واحدة من الوجبات التانيات مع الرز التاني. بطاطا بالجبن، هاي بطاطا بالجبن. سندويشة برجر دجاج عربي. تندر، ومن متى عندهم تندر؟ كريسبي رول حبة واحدة. السندويشات، سندويشة برجر الدجاج، سندويشة كباب بالدجاج، سندويشة الدجاج المشوي. بونلس مع باربيكي. قطعة كباب دجاج، خلينا نشوف شو وضعها. هاي ناجتس موتزاريلا. بسبوسة، أهم إشي البسبوسة من عندهم. فلطلع إلى السلة. تندوري، بطاطا بالجبنة، سندويشة برجر الدجاج العربي، وجبة قطعة الدجاج مع الأرز، وجبة بروستد، وجبة فردية الفروج، تندر وكريسبي رول. سندويشات، عندنا سندويشة برجر وسندويشة كباب وسندويشة دجاج مشوي، تندر، نابونلس، وعندنا ناجتس وكريسبي رول وبطاطا بالجبنة. يعني يعطيني من نص ساعة ل 40 دقيقة، الله يجيب لي الخير، إن شاء الله بوصل الأكل كله سخن كله زاكي. جرب طعم المرح الجديد، كرانشي حار نار بالليمون. حار نار بالليمون، انتو عارفين انه اي اشي حار اسمه قدر الله ما شاء فعل. انتو عارفين انه اي اشي حار بنضحك علي بسرعة. انا خلينا نشوف هل هذا حار ام ليس حار. الليمون. نروح على كومنتات اخر فيديو تبع لفه ولقمه بالسياره ونشوف كومنتاتكم الحلوه. عمر بحكي لنا هون الحلقه الجاي بدنا الرقصه تبع الطلبات لما تطلب من التطبيق. شفت الرقصه؟ احلى رقصه طلبات لعيونك. حمدان بحكي لنا شكرا كثير على الفيديوهات اللي بتخلي الواحد يستمتع ويكون سعيد في نفس الوقت. بنصحك انك تستمر يا اسطوره، مع قلت قلوب حب وقلب حب تحت. يا زلمه انا بدي استمر. حمسني. كومنتاتكم يا جماعة الخير هي اللي مخليتني عم بحاول أضل جد أطلع إشي وإنه نضل مستمرين. مهند هون بحكي لنا لازم تستغل شهرتك وتحكي للمطاعم عن قناتك ومحتواك وعن متابعينك عشان تجيك دعايات وخصومات ويزبطوا لك الوجبات. كل التوفيق لك يا رب حبيبي يا مهند. مهند، أنا وجهة نظري في الموضوع لسه مش هيك. لما بلشت هاي القناة أنا بحب لك، فأنا مش هدفي الأساسي إنه يعني المطاعم تعرف إني أنا عم بصور لها. هدفي إني آكل أجرب أستمتع. خلصنا هاي أول وحدة. اثنين، إحنا منضل مستمرين لحد ما المطاعم هي اللي تعرفنا تيجي تحكي لنا جرب أكلنا ونعملكم خصومات ونعملكم أمور. وهذه هي وجهة نظري يا مهند، وأشكرك على تعليقك. يوزر هون بحكي لنا صور حلقة عن الأكل الفلسطيني، محبك من حيفا. حبيبي يا يوزر اكتب لنا اسمك. تحية لكل أهل حيفا وفلسطين، بلادنا المنهوبة اللي الله يرجعنا إلها يا رب. ونصور أكل فلسطيني وأكل عربي من كل بلد عربي براحتنا وزي ما بدنا. أشكركم على كومنتاتكم الحلوة اللي بتجنن زيكم، وأكيد اللي عنده أي إشي ما يتردد. واطلعوا على صفحتي، احضروا الفيديوهات، واللي عجبه إشي لايك، وإذا مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب، واللايك من أجله لآخر الحلقة إذا عجبتكم، وإن شاء الله بتعجبكم يا حبايب قلبي. مين جرب الشيبس هذا؟ هل أنا لحالي بغمض جد نكهته قوية؟ وجبة. وهلأ بترككم مع الحركة اللي اشتقت لها، اللي هي أنزل أجيب الأكل. يلا. ومع أول مطعم، هو مطعم الوحيد لليوم، منيو كامل من الطازج. على ما يبدو إنه الوضع سخن، بلش نفتح ونشوف. بس وانا اعرض فيهم تعبت. طيب بما انه في عنا اصناف كتير، شو حنسوي؟ هنطول دجاج مع ساندويتش او ابتايزرز او كليهما، مش عارف. اتفرجوا. فروج مشوي اكتر اشي متحمس اجربه للان. وبدنا نحط جنبه هون قطعه الكباب، شكلها غريب الصراحه، ماشين اللي بيعمل هذا الكباب، بس انه اوكي. مبدئيا من الشكل الوضع مشهي، ومن القوام المستوي جد. الله على الفروجه.
أول مرة بجرب الفروج عندهم. خيار موفق. كولسلو سلطة الملفوف عندهم من أسكى المطاعم بعد الكي إف سي. بحس الطازة بكولسلو. أنتوا شو رأيكم؟ نجرب أصبع الكباب الغريب. كإشي اسمه كباب دجاج موصل فكرة الكباب الدجاج، وبالمناسبة الصوص الحار كتير حار، لو يخفف ملوحته شوي بيكون كتير زاكي. اللي بعده روستد، والجبنة والبطاطا هاي اللي من ندي هون. البروستد بده توم إجباري. حبلش في هاي صراحة متحمس لها، بحب الغويس أنا. زاكية بس مش زي ما كنت بتوقع. الدجاج اللي عليها وي كأنه نيجتس، مش دجاج، مش تندر مثلا، فاهمين؟ لو انه كرانشي الدجاج هيك بقرمش مع هذا الحكي صراحة ممكن يكون أزكى. ندخل على البروستد من الطازج. البروستد عندهم قوي. قدم لي الحار حار احترمك، فقوي. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. الدجاج مع رز الطازج، وهو رز الكبسة اعتقد. سندويشة الكباب، نفس الكباب اللي هلا دقناه بس مع سندويشة. ممكن تكون السندويشة هي الخيار الافضل. بتجيب جنبهم عشان الرز البندورة هاي، طحينية لسندويشة الكباب. فاين لراسي. اول اشي بتعمله بتوسع عشان تتذوق بعضا من الرز. رز الكبسة عندهم قوي، وراها على طول. بالنسبة إلي هاي هي الوجبة الأيقونية عند الطازج مع هذا الدجاج اللي هو الدجاج المشوي عندهم. بحب المطاعم اللي بتخبز خبزها عندها. أهم شيء البيبسي الدايت، يمكن مع الطحينية يختلف وضعها. سندويشة الكباب ما فضلتها الصراحة، لأنه جد الكباب فيه طعم مالح. مبدأها حلو، فكرة السندويشة حلوة، حرام تضيع هيك. لو يشتغلوا شوي على الكباب ما بعرف. ننقل التجربة إحنا. اللي بعده بونليس الباربيكيو وسندويشة البرجر العربي. خبزتهم مكبوسة هيك ضربة كتير حلوة. برجر الدجاج يا رب ما يكون وضعه زي كباب الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اللي حلت كل مشاكل هاي. بعرف انه هذا كباب وهاي برجر دجاج، بس العبوا على نفس الاوتار، انه هي معبية، طعم الدجاج موزون، مبين فيه طعم تشوي كمان، مش بس انه برجر دجاج. من جوا عامل لي جد موصل لي اشي برجر مع مشوي مع عربي جد. هاي انا حثبتها بونلس اللي بالباربيكيو. وانا شو هممني هلا زبطت الكفه ولا ما زبطت، انا بدي اغوص هون. المهم يا خساره الكفه، انا موافق انه بقدم لي اشي زاكي واشي ظابط ري من عنده واشياء تناسب اذواق ثانيه او جد بدها تحسينات. اكلت حبه الا بحس اي اشي دجاج مقلي لازم يكون في قرشه دجاج مقلي. مقلي المفروض عندنا يكون مقرمش. كيف بعرف انها داخله بصوص؟ كثير مطاعم بتقدم اشي زي هيك بصوص وبكون في خش. بعرفش اكل اشي بس طري او اشي بس كرانشي، يعني المفروض فاهمين معي. بس هون قويه، اسعدتني. التندوري مع رز المندي والرول. نبلش في الكريسبي رول. بعرف مطعمين بيعملوها هاي، طازج بعدين بروستو. قوية قولي يا قولي. نروح للتندوري مع رز المندي على طول. ما تطلب رز المندي، بتطلبه بس رز الكبسة. رز مطاطي حاسه، يا انه قديم ومسخن يا انه مش عارف. لما بدي تندوري صراحة ما حاجة على الطازج. دجاج نظيف مبهر صح وزاكي، بس مش موصل لي انه تندوري، فاهمين؟ يعني لما بدي تندوري بروح على مطاعم تقدم تندوري الصراحة. وصل وصل. اللي بعده
سندويشة الدجاج المشوي، الموتزاريلا جربتها وخلصت، تندر والنجتس وباربيكيو البطاطا، الدجاج المشوي، دجاج مفسخ أو منسخ أو مفتفت مع بطاطا مخلل تومة. هل تستحق أن نطلبها ولا ما نطلبهاش؟ سندويشة الدجاج زودولنا تومة بس، سندويش الدجاج خبزة حلوة، مكونات بسيطة لذيذة، شوية توم زيادة. التندر، تندر، نشوف النجتس، نجتس أبتايزر، زريلا ستيكس، بس من باب المقبلات جنب الأكل ممكن تطلبها، ما عندي مشاكل مع هاي الأشياء. مع آخر إشي ألا وهو بسبوسة الطازج اللذيذة، هاي ذكريات طفولة، هل فيها بعد الأكل بتنبسط. لنأكل بسبوسة الطازج، طازج صار على اللوح. ملخص التجربة واللي جربنا، الأربع دجاج اللي جربناهم التندوري هو الوحيد اللي ما حسنا إنه تمام. فروج كان كتير زاكي، البروستد حبينا خلطته والبهارات والحار اللي فيه، والدجاج الأيقوني تبع الطازج اللي متعودين عليه برضو ما عليه أي تعليق. الرزايز، رز الكبسة أو رز الطازج هذا لا يعلى عليه ودايماً ضابط وفريش. رز المندي أول مرة بجربه وآخر مرة بجربه. السندويشات، سندويشة الكباب وسندويشة الدجاج، الدجاج حكينا كان ينقصها بعض المثومة وبخلص كل الموضوع. أما بالنسبة لسندويشة الكباب، إحنا كان تعليقنا على الكباب القطعة والسندويشة بده شوي موضوع الملوحة وما إلى ذلك، يعني يركزوا عليه. البونلس الباربيكيو انسو، الموزاريلا نيجتس والتندر جوهم لطيف عادي، أبتايزرز إذا بتفضل تطلب هيك مقبلات جنب الأكل أطلبهم ما بتحب، يعني مش اشي اساسي ولا بنصح انه بالتجربة، فهمتوا؟ البرجر العرب هاي انا حثبتها، والرول برضو محافظ على حاله وزاكي، بس للأسف البطاطا اللي فوقها هاي دجاج، البطاطا بالدجاج I don't like it. نستدل انه الطازج بالدجاج يعني 3 من أصل 4 قوي، فهو بالدجاج قوي. هاي كانت تجربتنا للطازج، اللي عجبته الحلقة هلأ بيقدر يحط لنا أحلى لايك زيه، وما تنسوا تشيروا هاي الحلقة، واللي بباله أي إشي ينزل كمنت كومنت تحت، بنقرأ كل الكومنتات. وسلام، الحمد لله.